شاي لمسات رقيقة تلونها نغمات دافئة. قهوة شاي عنوانك لحياة أجمل. صوت وصدى. صوت وصدى مستمعينا مستمعاتنا، فقرة من فقرات برنامج قهوة وشاي. ضيفنا في هذا النهار إن شاء الله سي جواد عريش، رئيس قسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجهات مراكش آسفي، اللي غادي نحاول نشوفه مع النظام الأساسي لموظف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. سي جواد أهلا بك. صباح الخير سي حسان، صباح الخير لمستمعي الإذاعة الجهوية مراكش، وتحية تربوية للنساء والرجال التعليم بالجهوة. شكرا وتحية متبادلة. إذن نبغوا نشوفوا منك شروحات وتوضيحات حول النظام الأساسي لموظفي الأكاديمية. جواد سي حسن، يعني كما نعلم أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هي مؤسسة عمومية، وقد مارست يعني دورها في التشغيل بالجهة لأزيد من 11,000 أستاذة وأستاذ، وبالتالي فهي أول مشغل بالجهة. وأخيرا يعني وقد صادق المجلس الإداري الأكاديمية على نظامها، على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية اللي جاء النظام الأساسي الخاص بهم كإطار قانوني ومرجعية أساسية تنظم الحياة المهنية والإدارية لهذه الفئة من الموظفين لضمان مسار مهني منتظم ووضعية إدارية قارة. نعم، وبالتالي فهو يعني فهو إطار يعني قانوني يؤطر التوظيف، يؤطر حقوق الواجبات، يؤطر الأجور، يؤطر التقييم والترقي والاحتياط الاجتماعي لأطر الأكاديمية، وكذلك التكوين المستمر وحركيتهم داخل الجهة. نعم. ويعني يعني بالمناسبة الفوج الأول للأكاديمية الجهوية لمراكش الأسفي الآن راح تكمل سنتين من العمل. نعم. وهو مقبل يعني مقبل على اجتياز التأهيل المهني، اللي بالمناسبة الأكاديمية مراكش الأسفي يعني صدرات يعني مقرر المدير الأكاديمية للشروع في اجتياز التأهيل المهني، اللي فقد يعني ربط عقد التوظيف يعني من جهة والنظام الأساسي من جهة ثانية تلقائية تجديد العقود باجتياز التأهيل المهني. نعم. وبالتالي فالناجحون والناجحات في امتحان التأهيل المهني يرقون مباشرة إلى الرتبة الثانية من السلم العاشر. نعم. ويعد ذلك بمثابة ترسيم لهم، وتجدد العقود تلقائيا مع الأكاديميات ويصبحون بصفة رسمية كاملة وكاملة كأستاذة وأساتذة، يعني كباقي الأساتذة المنظومة داخل